التفصيله هذه يا سي جمال في الجلسه اللي بتاع المحكمه اللي قالوا محمد ما حضرش فيها، ما حضرش يعني ما رفضش. مش هو اللي رفض انه يحضر، هو كان حريص وكان خارج ندوه قالوا له وقالوا له من الليل، خاطر معروف وهذايا في التقاليد يقول لك غدوه عندك جلسه. جلسه انا مش نجي ولسان الروايات اللي صارت. هزوه للسبيطار بعد نصف النهار واش قالوا له لومبيلونس ليست مؤهله باش قالوا له نحب نمشي للجلسه باش نوصلوك، رجعوه للحبس. استنى القاضي رفع الجلسه، وهنا تو نرجع لنقطه اخرى، القاضي يعني مش الدائره المعنيه. تو انت تحب تخرج في كونجي وانت عندك ضيف من الخارج، المؤسسه اللي تشتغل فيها تخرجك في كونجي؟ سؤال يعني مش اسالك، جاوبني بصراحه. وشكون ضيفه من الخارج؟ انت ضيفك من الخارج جاي وانت في المثل هذا كي ينطبق القاضي عنده. علاش ينطبق؟ تو محمد عنده جلسه والقاضي رئيس الدائره تخرج كونجي تصلى لها نهارتها ويعوضها رئيس دائره اخرى. شنو الشك في المجال يعني هذا كمحامي كهيئه دفاع؟ هاني جيك. اولا الدائره اقلوا هنا اني كمحامي ليست مطلعه على الملف اللي عوضها، هما ثلاثي التركيبه. كراع برك اللي هو عضو، سامحوني في الكلمه، اللي هو عضو، هي تركيبه نسائيه الدائره الثامنه، عضو منها فقط كان موجود. زوز اعضاء كل رئيس دائره ومن معه جدي حلوا محل رئيسة الدائرة ومن معها. ما همش مطلعين. باهي. في جميع الحالات اش ترجح انت في مخك؟ كي مش مطلعين ما يأجلوا هذا اللي عملوا. ترجح انه الملف سيقع تأخيره. اي وهذا اللي يحصل. هي. هو حصل مش اش عملوا له؟ خذوا له الدورة. يعني انت الدائرة ما تنتصبش. ومحمد ما يجيبوش. ونزيدك زيادة. طب ربي معقول. معقول. في دولتنا احنا رانا نقريو في هذا العالم الكل. يجي واحد حط ايده في جيبه. انا كنت ممثل قانوني نتاع الشركه التونسيه لصناعه السيارات. لو كان نعملها متحل مستديب ونطرد. كيف؟ حطيت ايده في جيبه وعمل هيك ورقه قال له سيد الرئيس انا باش يقوم بالحق الشخصي في حق الوزاره. شنو هو المش معقول في المساله هذه؟ اولا الساعه في حق الوزاره ما يتعينش تبعثش واحد وتعطيه ورقه. اولا يلزم التوكيل يكون مبني مكتوب حجه عادله من طرف عدول، والوزاره كي مش تعمل قيام بالحق الشخصي اولا فما نقاش، الوزاره يمثلها المكلف العام بنزاعات الدوله، واذا كان مش تعمل محامي اللي تخدم عندها تكلف محامي ما تبعثش موظف. وانت هاك جيت للحكايه في اصلها وفي مضمونها. جمال بوغلاب جزء من الراي العام اللي يقول لك مش نقول لك زاده الوعد ماذا بيا كيف تفاعل معه وترد عليه. يقول لك زاده لا يسمح بهتك الاعراض، ومن يهتك الاعراض تصور انت في عوضها المراه اش تعمل؟ مش اسهل. واي دوله مدنيه تطبق القانون انتوما مالي البرنامج؟ هذا هو برنامجكم انتوما، برامج الصحف الصفراء انتوما، ما سبق واثناء وبعد، شنو نوعيه برنامجكم؟ اش يتصنف في صناعه المضمون؟ سياسي. في صناعه المحتوى سياسي. برنامج سياسي. فما نهار حكيتوا على عرض الناس انتوما؟ لا. فيكم واحد نهار جبد عرض حد؟ الحصه اللي حضر فيها محمد فيكم واحد سمى حد؟ التوضيح للراي العام. ما فما حتى واحد، لا نجيب ولا انت ولا محمد. نعم. محمد حكى وهذه ليست المره الاولى. أي. اني اصلا هاو في هالوضع وزير الشؤون الدينيه لا اعرف اسمه. نذكر الرجل بخطته. قالوا انه حكى على فما رئيس او رئيسة مصلحة مشى مع الوزير ليس في عرف الدولة التونسية ولا فيما هو رافقة، انه في الوفود اللي تسافر لا تكون تركيبتها بهذه الطريقة. هذا اللي صار، وهذا فيه مذكرة من رئيسة الحكومة السابقة ورئيس الحكومة الحالي في ترشيد نفقات السفارات الرسمية، وهذا يتماهى مع الخطاب الرسمي لرئيس الجمهورية. به محمد كي قال هذا يعتبر فسادا تماه، وان بعباراته مع توجهات الدوله التونسيه مع خطاب الرئيس. لماذا يعاقب محمد ونحن نركب نفس القارب نفس المركب اثنين في المكافحه؟ ما عادش ما برنامج لا اذاعي ولا تلفزي، المكافحة صارت على تدوينة أخرى،
قلنا لك قللها يا اولا كي يعني تدوينه في حق النفس، تدوينه ما عندها حتى علاقه به لا ترتيبا زمنيا. غزر محمد قال يا بنت الناس اني لا تعرفني ما نعرفكش، قالت له اني نحترمك، قال هاني ما نعرفكش ولا ما اتوجه اليك ولا وانت مكش في المخيال متاعي ومضمون. التدوين يتعلق بملف اخر اشتغل عليه لا علاقه لك به، ما عنده حتى علاقه. باهي جينا لهنا شو ولا ما تعهد القضاء تتبحث تسمع 19 20 عطله 20 يجي يستدعى 21 يمشي المحامي ترفض اعلام النيابه والشهاده الطبيه 21 هو تاريخ وصول المحضر للفرقه الخامسه راهو. يعني الفرقه وقت اللي خرجت الاستدعاء قال لي بالوثائق اني ممنوع عليا كمحامي باش يجيب لكم الملف. لانه من وثائق مع الاسف اني مضطر باش نقوله لانه فما ترويج لمعطيات مغلوطه للتاثير على مسار قضيه تافهه. 21 خرج استدعاء عند برهان بسايس يستدعى فيها الحاجه هو مش مرجع نظر عنده، ما عنده حتى ادوات التحكم فيها. يعني سي جمال نحب نفهم اذا المكافحه والمضمون تول ما عنده حتى علاقه لا بالاذاعه ولا بالتلفزه. تدوينه قال راهي تدوينه خاطئه وتدوينه قديمه عملها قال راهي خاطئتك ما عندها علاقه بيك، ما فيهاش تلميح ليها لا فما حتى تلميح راه ما عندها بيك حتى علاقه. نمشي لخطير تو معناها تو لا البرنامج لا الاذاعه معروضين في وثائق القضيه. لا مش معروضين ومش نزيدك توا نقطه. محضر المعاينه زوز محاضر معاينات موجودين وان شاء الله بعد القضيه توا حتى نرجل تشوفوه بطلب من وزير الشؤون الدينيه وبحضور الممثل القانوني للوزاره. اجريت المعاينه معاينه على التدوين خلصتها الملع توا. انت تعرس واني نصرف يعني انت تشكي واني نجيب العدل المنفذ نقول له اعمل لي المعاينه ونخلصك فيها وانت برشكي. شو الكلام هذا؟ عندكم نسخه منها موجود. انا ممنوع عليا ما نحبش نكبر الحكايه مخلاها في اطار مش ننهي بحاجه اخرى اللي خايف منه محمد. خاطر هذه رساله لكم وانتم زملائه وهذا تحميل المسؤوليه للجميع. انا مانيش حاضر كمحامي، انا مش حتى كاخوه، انا هذا يمس الناس كل. الكرسي هذا النجم يقعد عليه اي واحد ويمشي هكا سبهله لا وياكلوا النسيان في بلاد بلا ذاكره. عليه يا سي نجيب الشكايه الثانيه. ايوه شحاجتي بالشكايه الثانيه انا اي تاع الاستاذ الجامعي هو عذر التخطيط اللي صار وكل جمهوريه بعدها يتنحى. فما ايكو انه علاش ما تمديد ب 48 ساعه علاش 48 ساعه؟ كيف الجنح نمددوا ب 24؟ إذا كان ما أبقيناش بحال صراحة مدد له بربة 48 لين احنا شكينا انه مش حلو على فصل 24 في حين ان فصول الإحالة ما هيش 24. هذا نحكي لكم انا في واقع مسؤول عليه. حاسبوني سجلوا عليه وحاسبوني يا سيدي. مانيش محامي انا مواطن تونسي. زيد تقزحوا شوية لقدام خطيوة. الشكاية الثانية كانت مركونة طلبت فأحضرت الشكاية. تو كي نعملوا صفحة خاصة بأسرة البرنامج هذا مو فيها أدمين نجم حد يدخل لك من الصفحة من برا إذا كنت ما قبلتوش؟ لا مستحيل. لا مستحيل. تو مثلا صفحة المحامين فرع المحامين في سوسة جروب مسكر. لا صفحة نجم لا جروب فرمي محامو وهي تجي تقول هذا جروب فرمي بالأسد الجمعي تم اختراقه من طرف شكون؟ طرف محمد بوغلي. في الاقل ساعه وضح معنى القضيه الثانيه ما تتعلقش بالتدوينه. لا محمد شكايه اخرى. شكايه في بالي تاع الشكايه الثانيه بتاع الاستاذ الجامعيه بتاع الاستاذ الجامعيه. هم عارفين انه هكيه زنجي الاستاذ الجامعيه خاطر تقول على تدوينه محمد في حقها. هاني جيتك اللي فيها صوتي مرتفع وواضح وصريح والفاظ وعبارات غير قابل للتاويل. واني منعاود مره اخرى نتوجه الى السيد رئيس الجمهوريه يا استاذي يا قيس سعيد لا يظلم في زمن تحكمه احد بهذه الطريقه.
لا سالوا شيئا. يعني هذا قراري، قراري يعني أني خذيت منه. قلت محمد جيت راني مش نطلب منك، راني حكيت مع برهان وراني مش نمشي، ما تقول ليش لا خاطر نعرف. وفاجئني قال لي يمشي، قال لي مش خايف من الحق. ها سيدي اش قالت؟ جابت له حكي. طلب إحالة محمد على الفصل 24 مرسوم 54. سألت قاضي التحقيق أنا مش وصلكم أني نهار الجمعة قبل العيد حذاه حتى الماضي ساعة غير أربعة. أنا خرجت، خرجت من مجال التغطية نجم نستعمل التليفون يطلبوني بيرويا. قالوا لي عرفي راهو النكرة المكلف بمهمة ولا يشرف البرنامج أن أذكر اسمه، لا أدري إن كان ناطقا رسميا باسم المحكمة أم وزارة العدل أو أي جهة كانت أو منتحلة صفة، عنده السبق يقول أنه أصدر قاضي التحقيق مكتب كذا كذا بطاقة إداء في حق محمد بوغلاب، وبكنا لا في السجن ولا أني ولا أي حد من فريق الدفاع في باله. زيد شوي سبيرة يطلبوني، قل تكي دخلت الكيوسك قالوا لي حل راهي فلان الفلاني مش عارف شنو بطاقة الإيداع اون كولور بالألوان معطيات شخصية اللي هي سألت محامين اللي عداوا 40 و50 عام في المهنة، سألت في إدارات حتى ما نحبش يخرج الإدارات ما نحبش نقولها، قال لي بالكثير نعرفوا الجذاذة كي يجيبوه لنا في بطاقة الإيداع. سألت قاضي التحقيق نهار الجمعة خلني جيت ما أمشيك دخلت على الفيسبوك خرجها من مكتب حاكم التحقيق نهار الجمعة. نهار الجمعة نهار الاثنين هذه نهار الاثنين مشيت قدمت اعلام نيابة للسيد قاضي التحقيق نهار الجمعة. نهار الجمعة حتى نهار الجمعة مطلب الإفراج يكون مضى عليه 5 أيام تقدم يعني فما رفض ضمني. احنا محضرين رواحنا مش نقول لك اني مش نكون واضح والوضوح ساعات راه مش باهي، لكن انا هنا لاني متوجه بالكلام لاستاذي واضح، لانه قلنا لمحمد ما تخرجلوش قاضي التحقيق لانه مش يصحح بيك الاجراءات، اصدر فيك بطاقه ايداع مخالفه للقانون بدون سماعك وحضورك، اجا بطاقه الايداع باطله، وانه اي اجراء مش يتقام في الاثناء مش يكون الهدف منه هو تصحيح اجراءات بطاقه الايداع. انت حمل مسؤوليتي في القانون نقول فيه انا اسيدي دخلت له اعطيت علام اخوه قلت له اخوه السيد الرئيس باش يسالك سؤال، فلان هو الناطق الرسمي نتاعكم؟ قال شبيك تحكي بالصعيد؟ ولم يرد الفعل ما كنتش وحدي. قلت له وبطاقه الايداع علاش موجود على شبكه التواصل الاجتماعي؟ معقول معناها واحد يجي قدامك مشتبه به مش متهم قريت البراءة مفترضة وإنسان محترم صحافي مثقف ماجور دو سا بروموسيون نموذج في جيله الناس تتفرج عليه حلمة منامة حتى كأي واحد أمنية أمنية بعنوان داره وانت تجي بعنوان داره وعنوان كذا شو معناها؟ مازلت نثق فيك أني أنت مع أنت قدحت في روحك وخليت روحك موضع تساؤل. كيف خرجت؟ كيف خرجت؟ بسألو أنا ما نحبش نجاوب حسب بناك كيف مشيت هون السيد أنا علاش كنت تعطيني الكاميرا مرة أخرى يا سيدي رئيس الجمهورية يا سيدي وزير الداخلية يا سيدي رئيس الحكومة اللي نقدك محمد وما شكيتش به وزير الداخلية اللي قبله نقده يا أخي وزير الداخلية الحالي مشيت للجزائر نقدوش محمد لأنه كان دان دون لي راجل دولار مريقل أول مرة ينقد محمد وزراء ولاش بيه؟ شنو ولي؟ مالا رأس الدولة كيفاش مش عارف الخوار في البلاد؟ إذا كان مش أنت ومكش أنت ومش الصحافي اللي يعري الحقائق، مالا مش يولي العمدة يستغل شبه موظف وشيخ التراب وأنت ماشي، معناها توا ننكفئك الببوش وقت الزمة ونسكر أرواحنا وفات الحكاية. القضية الثانية قلت لي قالت اخترق جروب فيرمي بتاع أساتذة اللي هو مستحيل. والمفروض على السيد قاضي التحقيق قبل ما يصدر فيه بطاقة إيداع يتحقق هات لي ما يثبت انه اخترق مش اعطيك ما هو اهم وهذا بحول الله نوفره لكم. التدوينه اللي شكيت بها معموله على كابتير ديكرون اللي هو ممنوع على العدل المنفذ باش يجري معاينه على كابتير ديكرون
هذا من المعلومات من الديني بالضروره. باهي رجعنا في الصفحه بربشنا ما فماش تدوين كي بربشنا شقينا ما وربي مع المظلوم نقع لها السيده هذه تدوينة يا مقمل يا كذا يلا ما ندخلك الحبس يلا ما نعمل القضيه وعنا المعاينه وقدمناها للسيد قاضي التحقيق. ولكن لكن الكلام اللي قاله محمد في ما فماش ما قالش ماهوش موجود سيت فو بروفيل تو قلت له سيد قاضي التحقيق اش قلت له؟ قلت له حط محمد بوغلاء حط محمد منير بوغلاء شوف قداش تطلع لك من باج فيها تصويرة محمد بوغلاء بالحقيقه اللي هما بكلهم ديفو بروفيل هاو اعملها انت تو الليلك تروحوا اعملها كيما تطلعش طلع دو او موان دو باج اللي عندنا من ديفو بروفيل اما مش فنيا ينجموا يتاكدوا فنيا ينجموا نجموا الاختبارات الفنيه اي نجموا ما فماش ما فماش ما فما حتى اختبار تاثير ديكرون ما ينجمش ما ينجمش ما ف... لا اثر لها انا قدروا عليه ان ينحيلوا تليفونه اللي ما عنده حتى علاقه بحتى قضيه باه ينحيلوا تليفونه اللي هو في اعتداء على المعطيات الشخصيه باش نكونوا واضحين محمي بالقانون باش يفركسوا عنده شحويجه ها يلقاو شحويجه هكا ضايعه يلفقوا هالو كيما طلبوا ملف نتاع القطب القضائي المالي اسمك موضوع بحث فيه من تبعات يوسف الشاهد والحرب اللي تعملت محمد بدا المعاناه الرسميه من عاد يوسف الشاهد راهو محمد بوغلاب راهو مشى مع محمد لعمر الطاولة على الجيش لعمر الطاولة على الداخليه لعمر الطاولة على رئاسه الجمهوريه رموز السياده في الدوله مشى المالي مع الجيش مشى لالمانيا مع الجيش وكلا الخبط الكلام اللي تقال عليه وعميل ومشى لامريكا مع الجيش محمد عمره ما تطاول على رئاسه الجمهوريه ولا حتى رمز من رموز النواه الصلبه لقيام الدوله نعم باهي جي محمد يختم مش يقول لي اني جاني تهديد عنده 3 سنين ولا 4 سنين البنتي هزينا ومشى معاه الاستاذ زعفراني نفس الفرقه تهديد طلب بنته بصريح العبار قال لي توا ما صار فيه شيء ويني نتوقف على مجرد شبهة تعرف يا تجيبي مش يقول لك حاجة محمد راهو كان محمي بمرافقة أمنية لصيقة معناها إيش معناها معناها الدولة خايفة على ولادها هيك ولا هيك ولا معناها وقت اللي يجينا الأمن يجينا للدار نقعدوا على الطاولة حبوبة وإحنا والأمني القد ما نتقاسموها نفسلة نبدأ في الكرب يقول لي هبط هبطوا ما عندكش حق الأماكن اللي يرتادها محمد الكل تم مسحها باهي هالشخص هذا اللي كان مهدد بالتطرف الديني ما مش عامل تسجنوا دولته اللي كانت تحمي فيه تربطوا دولته اللي كانت تحمي فيه اللي تعرف مصار نكرشوا اشفاها تو انت تحمي فيك الامن مرافقة امنية مش عارفوك مش عارفوا عليك كل شيء هذا يتطلب اني طالب من السيد رئيس الجمهورية اختم لي اللي اختم لك اني طالب من السيد رئيس الجمهورية اذا كان فما محاكمة تم لكن الافراج على محمد وعدم تأخير أي جلسة تحت أي سبب من الأسباب تحت أي سبب من الأسباب في حال صراح تحت جميع الضمانات شو اللي يمنع؟ شو اللي يمنع يقعد في داره؟ شو اللي يمنع؟ تو سي جمال وزير الشؤون الدينية شكاية وزير الشؤون الدينية يعني هذه نسيت ما قلتها لكش يرحم والديك ذكرتني والدي ووالدي نهار السبت في الأخبار طلع قال ليته سكت يا صديقي. تبيه شكي ولا مشكيش؟ مشكي قال اني شاكي. طلع الاخبار قال مجرم ومن يتعاطف معه مجرمون. يا رسول الله. يا سي انا علاش سالتك السؤال يا سي؟ اليوم الشكوى موظفه في وزاره الشؤون الدينيه. ايه. اعتبرت. ازهاز عملته الوزاره واللي تزفت هي موظفه لا علاقه لها بالملف. يا سي جمال. يا سيدي. الموظفة ذي اعتبرت اللي محمد بوغلاب فهمت حرة فيش تفهم لا محمد بوغلاب اعتدى عليها بما هو تلميحا ما هو هكا فهمت مشان تقدمت قضية انت اخوه لان انا مستحيل مش تحبه اكثر منك ونعرفك ما تحبش تعمل به السياسة يعني حتى حد ما يحب يعمل به السياسة
ولهذا أي. انا مصلحتي كنجيب الدزيري لان نحب نتناقش مع محمد بوغلاب باش نطور روحي هاي لانه في النقاش تطور نطلبوا من هالموظفة ذي لا ما نطلبوش تعرف عليك في القانون كي نطلب حتى كانت تسقط ليه لا 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 لسقاط اعتراف انك انت عملت لسقاط في القانون وقت نجاوبك كمحامي أي؟ انا جيب اسمعني اعتراف لسقاط اعتراف انك انت عملت الجرم وانت طالب السماح هكا انا جيب اني لا سبيتك ولا ذكرت لا قلت يعني فهمت اللي انت سبيتني فهمت سبيت نجي في البلاتو ذكرتوها انتم لا وانا مسكين محمد بوغلاب ما قصدش يعرض المراه هذي انتم علاش تلزوا فيه لا لفوف يا سي جمال يا سي جمال صار سو تافه المراه مع الوزاره لا المراه دخلني في الوزاره ما عندي لا الوزاره هي اللي عملت المعاينه وخدمه كل شيء ايش عندي في الوزاره انا الشك شكون الشك المراه المراه بتحريض من الوزاره هذا قريت تو انت بالوثائق هي اللي عملت المعاينه الوزاره عملت المعاينه الوزاره تو المعاينه عملتها الوزاره لو يرحم الله رئيس الدوله ما هو كان جمعه عنده غلاب حكم نهائي وبات تو النجدون بدي يعمل عفو ما ينجم يعمل شيء ومحمد بوغلاب يلزم يجد كرسي في بلاصه جمال كيفاش عمليا ما يلعبوا عمليا عمليا او احنا صغار لعبت الكوره انت على سطحها يمدها تعرفها على سطحها يمدها انا جيب ورسخون لسطح يمدها مالي طيب انا مش متكش انا انا نجيب تزيري ما سمانيش واني نجي نتبلى ومن بعد يجي نقول مش عاطي نسقاط النجيب يا ودي النجيب لا سماني لا ذكرني استنى هو الاسقاط ذاته يمس حتى من عرض المرأة راهو ليش احنا راهو صار انت فهمت بالغلط يا بنت الناس ولا فما شكون لزك باش فهمت بالغلط دبر راسك بينك وبين روحك احنا قلنا لها وهي حاضرة في المكافحة يا بنت الناس احنا لا نعرفوك احنا الساعة المرأة عزيزة عنا في العائلة احنا عائلة ذكورية انا ما عنديش خالة وعمتي ابان نذكرها وما كسبنا اخت احنا ما عندناش شكة في العائلة انا ما نذكرش في حياتي الوالدة خرجت غضبانة ما عندناش هذا مش داخل في عرفنا واضح سيد جمال الحل يسمى